اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم في صباح الشروق بعد اجمل الالحان الصباحيه، تحيه لكل الفنانين السودانيين الذين دائما ما يشنفون الاذان باجمل الاغنيات، وتبقى هذه الفنون التعبيريه رائعه اللي اختلق علينا الانسان ليعبر عما بداخله ويخرج الينا تلك الاحاسيس الجميله. نتواصل معكم مشاهدينا، وفي الاول من ديسمبر الى الخامس من ديسمبر استضافت العاصمه الفرنسية باريس حدثين تزامنا مع بعض سويا، يعني واحد منهما الاجتماع السنوي للمنظمة العالمية للأصناف، وأيضا من خلال هذا الاجتماع كانت هناك مشاركة فاعلة جدا للسودان، ومن خلال هذا الاجتماع السنوي أعيد انتخاب السودان نائبا للرئيس لدورة ثانية. كان هذا في الأول من ديسمبر إلى الخامس من ديسمبر، طوال هذه الفترة كان هذا الاجتماع. الحدث الآخر مشاهدينا الأعزاء، تزامن هذا الاجتماع مع المعرض العالمي للغذاء، وهذا المعرض الذي جاء بمشاركة أكثر من 3000 شركة عالمية مهتمة بمجال الأغذية مشاهدينا الأعزاء. كل تأكيد الصمغ العربي كان نجما لهذه السلع، وعندما نقول الصمغ العربي نقول السودان أيضا، يعني لأنه السودان مصدر ومصدر بنسبة 85%. سعداء أنه ينضم إلينا كما تعودنا حال كل اثنين، تغيب عنا في الأسبوع السابق طبعا للسفر والمشاركة في هذا الاجتماع والمعرض أيضا الذي ذكرت، الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المجيد عبد القادر، وسعيدين بك في صباح الشروق اليوم. الله يبارك فيك يا سامح، وانا معجب جدا بالاغنيه بتاعت البلبل بيعومني. يا سلام، انا شايف تفاعلت معاك كثير جدا. نحن سعيدين جدا بك، وكل مره كل اثنين نحن بنجيب نتكلم في كثير جدا من المنتجات، بنحاول ندي الناس اكثر من رشتات ونصائح، وبنعرف حاجات كثيره جدا، وبيكون معنا النموذج. لكن الليله يمكن جبناك في سلعتك بصفتك الامين العام لمجلس الصمغ العربي بالسودان، ف جبناك بصمغ كده زي ما بيقولوا الناس. نحن سعيدين جدا بك، وخلينا نعمل تقدمه ونتكلم قبل ما نتكلم عن الصمغ العربي وحجم انتاجه في السودان ومناطقه ونعرف اكثر، خلينا نتكلم عن مشاركتكم من خلال الملتقى والسفر الى باريس والاجتماع السنوي للمنظمه العالميه للاصناف. اهلا وسهلا وكثر خيركم. المنظمة العالمية للأصماغ، أصماغ الناس بيقولوا لها المنظمة العالمية للصمغ، وبيرمز لها بـ AIPG Association for the Promotion of Gums. المنظمة دي بتحتوي على أكثر من حوالي 45 عضو بيمثلوا كبار الدول المنتجة اللي هي طبعا في الحزام الافريقي، نعم، زائدا كبار الدول المستورده اللي هو الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، المانيا والى اخره. في هذه السلعه الهامه جدا واللي بيمتاز بانتاجها الحزام الافريقي، الصمغ العربي يعني موجود في حزام افريقيا 20 دوله، فيها 10 فقط هي المنتجه، وفي العشره ديل السودان بيستولي تقريبا على 85% من الانتاج العالمي. من هنا جات الاهميه بالنسبه للسودان والاهميه بالنسبه لهذه السلع. سلعه الصمغ العربي بتدخل في الاغذيه، في المشروبات، في الادويه، في الصناعات المختلفه ابتداء من النسيج، مرورا بالبهيات، مرورا بالاحبار الى اخره. سلعة خطيرة جدا على الرغم من انه لا زال انتاجنا ضعيف جدا في مقابل الاحتياجات العالمية المتزايدة في كل مرة. الاجتماع للمرة الثانية الحقيقة لسنتين متتاليتين ينتخب او يعيد انتخاب السودان كنائب لرئيس المنظمة العالمية للأصماغ في العالم، ومقرها الرئيسي في هامبورغ. لكن في كل سنه بيتعامل الاجتماع او المؤتمر السنوي في واحده من الدول الاوروبيه. اعيد انتخاب الدكتور هاشم الدقير يعني نائبا لرئيس المنظمه الدوليه او العالميه
الصمغ العربي. التزامن هذا المؤتمر مع ما يعرض بمعرض الغذاء العالمي في أوروبا اللي هي بيسموه FIE، ده بتشترك فيه كل الشركات المنتجة للأغذية والمشروبات في العالم، عددها أكثر من 3000 شركة زي ما أنت قلت، وكلها يعني بتشترك في أنه بتجد الصمغ العربي موجود في واحدة من منتجاته، من البيبسي كولا والكوكا كولا والمشروبات بأنواعها الحلال منها والحرام والأغذية والمواد المساعدة على حفظ الأغذية ومواد التجميل وسميها ما جئت. 3000 شركة تقريبا كلها بتتنافس أو الصمغ العربي بيدخل في واحدة من منتجاتها بشكل بآخر، حلويات، حاجة بيأكلوها بيشربوها كله. كلها بالنسبة للصمغ العربي مقوم مهم جدا. كان تم اختيار الصمغ العربي على اعتبار انه هو نجمي وسط المجموعات دي. نعم. والحقيقة السودان شارك بأكثر من 5 أو 6 شركات يعني. وكنا حنزل عن مشاركة السودان. نعم. وجد السودان الحقيقة ضخم كبير جدا، وسواء كان يعني إعلامي واهتمام في هذا المجال. لكن لسوء الحظ ما شايف فيه إعلام محلي مهتم بهذا الموضوع، إلا يعني بداية بكم إن شاء الله تتعب الحال. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، انتخاب السودان للمرة الثانية تواليا، شنو الفوائد اللي ممكن نجنيها نحن عبر هذا الانتخاب؟ طبعا يعني دائما المنظمات الدولية زي دي انت بتلقى فيها فرص لعرض خضاياك الدولية. يعني السودان مدة طويلة عرض بأنه يا إما بلد بتاعت إرهاب، بلد بتاعت مجاعات، بلد بتاعت مشاكل، بلد بتاعت نزوح مش عارف وإلى كل. فنحن هسه الآن يعني بنعرض بشكل مختلف. صحيح هو عمل قديم وأسسنا على أعمال كانت سابقة، لكن الآن بنقفز يعني مساحات رحبة، لأنه الاحتياج العالمي لهذه السلعة الآن ازداد عن 1,000,000 طن في العام، بينما المتوفر لا يزيد عن 150,000 طن فقط. نعم. فمن الحتة دي بتلقى أنه أنت كبلد يعني عالميا عليك دور، زي ما على يعني دول البترول جانب أخلاقي في أنها توفر البترول، أنت عليك جانب أخلاقي في أنك توفر هذه السلعة الهامة جدا للصناعة والأغذية في العالم. طيب، شنو كان جديد في الملتقى وفي المعرض للأغذية؟ والله طبعا دائما بتناقش أولا ما هي مشاكل حزام الصمغ العربي، ما هي مشاكل الإنتاج. نحن كلفنا الحقيقة يعني لأن السودان هو أكبر دولة منتجة، فكلفنا بإعداد الورقة الخاصة بالمنتجين في أفريقيا، وكان لي الشرف أنه أقدم الورقة دي ووجدت استحسان كبير. تم فيها الموافقة على كثير من الطلبات اللي قدمناها لدعم حزام الصمغ العربي في السودان ومن ثم الحزام الأفريقي. نعم. زي شنو مثلا لو أخذنا نموذج من الطلبات اللي تم تقديمها؟ مثلا زيادة المساحات الزراعية، مثلا إيجاد فرص للتمويل الدولي للمؤسسات والشركات الخاصة، تطوير الصناعات في السودان وفي الدول الأفريقية، الإسراع بعمل اتحادات وتدريب للمنتجين في دول الحزام، والتركيز على جمهورية السودان كواحدة من الدول المهمة جدا. طيب، خلينا نتكلم عن الانتاج في السودان. ذكرت انه مصدر ومصدر ونسبة عالية جدا مقارنة بالعالم، يعني 85%. فخلينا نتكلم نحن عن حجم الانتاج السوداني من الصبغ العربي. نعم. اولا الحقيقة يعني دائما بحب اذكر الناس بانه لما نجي نتكلم عن الصبغ العربي ما نقوم نحاصره يا سامح في البتاع ده في السلعة دي وبس. ده مجرد منتج بتاع شجرة لا يتجاوز 3% مما تدين له أصلا. فالصمغ العربي ليس سلعة فقط، وإنما هو كومبلكس أو هو منظومة
بتاعت معطيات كثيرة جدا أدتنا لها الطبيعة أو أدانا لها الله زي ما أدانا نهر النيل. فالصمغ العربي بيعني مجموعة من الأشجار بتقع في حزام مساحته 500,000 كيلومتر مربع. ده يا سامح الحزام ده بيمثل القاعدة اللي بتنزل المطر أصلا، والمطر اللي بتنزل عليه أكثر من 2,000 مليار متر مكعب من الموية دي بتغذي نهر النيل، بتغذي المياه الجوفية، بتغذي حصاد المياه، بتغذي الزراعة المطرية، وجزء منها طبعا بيتبخر. الحزام ده بيستضيف كل الزراعة المطرية الموجودة في السودان، وبيستضيف كل الزراعة الآلية اللي نحن بنتكلم عنها، سمسم، زورة، مش عارف، حبة الطيقة. الحزام الصمغ العربي بيستضيف تقريبا أكثر من 130 مليون راس من المواشي. وطبعا يعني ممكن وزير الثروة الحيوانية يقول والله صدرنا هذا العام ما تعرف ب 600 مليون دولار، وناسى انه 70% من غذائه قاعد يجي مجانا من الصمغ العربي. من الصمغ العربي. نعم. احنا برضه بنستهلك من حزام الصمغ العربي اكثر من 1,300,000 طن من الفحم النباتي، قيمتها اكثر من قريب $1.5 مليار و500 مليون دولار سنويا. لو دي ما كانت عندنا كان السيد وزير الطاقه ولا السيد وزير الماليه مضطر يجيب لنا من مكان ثاني غاز بتاع يستورد. برضه حزام الصمغ العربي بيدينا المنتجات بتاعت الاخشاب، حطب الحريق، حطب الوقود، ما بعرفه، نار الغرقان، الزوا. نحن عندنا 17,000 بالمناسبه خلوه وتكيه وزاويه شغاله نيران دي، يعني بتستهلك بالمناسبه، ومعاها طبعا الفيرنتشر، الاساسات، معاها المباني، السقوفات المنزليه ابتداء من حلفة لحد جوده، دي كلهم يعني سقوفات وهناك من هذا الحزام. احنا بنتكلم عن حدود كبيره جدا. سامح اكمل دي. تفضل. ما لا يقل عن 2 مليار دولار. الخلاصه ان احنا والله بالاضافه لده كله حزام الصمغ العربي بيستضيف يعني الحياه البريه في السودان، وبيستضيف الطيور المهاجره في العالم، وده هم دولي ما هم محلي. نحن ده طرحناه واسرع في كلامنا مع الخواجات دين اخواننا. نحن والله قايمين لكم باداء دور كبير جدا، وبننتج الاكسجين بالمناسبه، وما مبالغه مني اذا قلت لك انه والله معظم الاكسجين المتاح لنا للتنفس نحن بتنتج لنا الاشجار اللي بتغطي حزام الصمغ العربي. ده كده يا هدى الصمغ العربي، وليس هذه السلعه دي يا دوبك صح بتدينا ما بين 300 الى 250 مليون دولار سنويا، بيتهرب منها جزء بيجيب له زي برضه حاجه بتاعت ما بين 100 الى 150 مليون، الجمله في حدود ال 400 مليون دولار سنويا. يعني احنا لما نغطي حجم الانتاج السوداني من الصمغ العربي نلقى زي ما انت اشرت ما هي السلعه اللي بتعمل لها 450 بالتغريب مليار دولار سوداني في صحة الرقم الموجودة قدام. لا في حاجات كثيرة جدا انت اشرت لها، وانت حسام برضو قمت اديت شوية الصمغ العربي بقت سامي حليلة. سوري طيب نجي نبغض انه نتكلم عن الميزة التنافسية للصمغ العربي يا دكتور. طيب اولا هي هو مش تنافسية، هو ما عنده منافس. لانه اصلا يعني بالمناسبه البريطانيين احتلوا السودان مش لانه عبد الله التعشي قال حيزوج يعني الملكه فيكتوريا ليونس والدكام، وانما لحاجتين. قامت ثوره صناعيه خاصه بالنسيج الملابس يعني، نعم، والاغذيه في القرن 18، ودي ادى الى الاحتياج الى الصمغ العربي، فكانوا البريطانيين هم جو السودان بالسبب ده. طوالي مشوا على مشروع الجزيرة واشتغلوا في حتة الصمغ العربي، وأسسوا سوق المزادات في الأبيض اللي هو ده أكبر سوق عالمي لحد هسه طبعا موجود، وعمره أكثر من 120 سنة. هذه السلعة أولا ما في منافس لها، لأنها سلعة طبيعية، لانه لها يعني مئات السنوات
بتستعمل في الغرض بتاع التجانس او ما يعرف به عمليه الايموسيفيكيشن في الاغذيه والادويه وخلافه. الادويه برضو والكوتينج بتاعها وتغليفها بماده لسيجه برضو ده الصمغ العربي. المنافسه ضعيفه جدا، فقط المشكله في انه انتاجها ضعيف في افريقيا. وانتاجها ضعيف في افريقيا ليه؟ لانه هذه السلعه بتنتج في يعني طق الشجر ده يعني بيتم في شهرين او ثلاثه فقط، ودي فتره بسيطه جدا، وبتتنافس كمان مع السلع مع المحاصيل الثانيه بتكون الذره وحبه البطيخ والى اخره بتنتج في نفس المواعيد. وعليه بتلقى انه نحن يعني العمال المتاحين لهذه السلعه اقل مما هي. انا لو كنت الحكومه حادفع بالشباب الى هذه المنطقه، انا لو كنت الحكومه حوزع الاراضي المتاحه بتاعت الصمغ العربي دي للشباب واخلق منهم ملاك لهذه الاراضي للاهتمام بها من ناحيه، ولمضاعفه انتاج هذه السلعه في العالم. ومن المؤكد انه ممكن ننتج مليون طن في العام، نقولها على 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 لساني، وممكن نجيب منه 3-4 مليار دولار في كل عام، ده حد ادنى، علما بانه الان يعني الطن بيطلع مننا ب 3000 يقول دولار، لكن لما يصل الولايات المتحده الامريكيه ويصنع بشكله النهائي بيكون يتحول الى 14-15 مليون دولار، 1000 دولار الطن الواحد، يعني من 3000 الى 5000 الى 5000 المنشأة جدا يعني اي ده ما بيتحول من ماده للثانيه، من صناعه للثانيه وهكذا. انت هسي يعني قدامك هو ده في كيس عباره عن بودره، لكن في الولايات المتحده الامريكيه بيتحول لحلويات، بيتحول لمشروب، بيتحول لحبوب، وبالتالي قيمته بترتفع الى قد تصل الى 30000 دولار. نحن بنصدر بالطريقه دي بالحبوب او بالبودره، عاوزين نزيد الصادر بتاعنا، نشوف كيف نحن نقدر نصدر. هل بس دي الطريقه ولا لا؟ انت شايف انه ممكن احنا نرقي ونطور في الجانب ده؟ في طبعا طرق كثيره. اول حاجه اخواننا دي كلهم مشكورين، سواء كان ناس عصام صديق، ناس هاشم الدقير، ناس شركه النصر والجماعه قدامي دي، ودي محاولات عظيمه جدا، هي كلها بتساعد في زياده حجم الصادر وتجهيزه، تجهيز الخام ذاته بشكل او باخر. لكن في صناعات كثيره ممكن نحن نقفز بها، اللي هي شنو؟ نحن نعمل منتجات برودكتس، منتجات من هذا الصمغ، سواء كان المنتجات دي حاجه تتاكل حلويات وغيره، او حاجه تتشرب مشروبات وغيره. بالطريقه دي نحن بنقدر نزيد من انتاجنا ونزيد من مقدرتنا على الدخول مع العالم في شراكات. يعني الليله مثلا امريكا معروفه انه بتستورد 70% من احتياجاتها من السودان، طيب، لكن بطريقه غير مباشره. يعني بتشيل من فرنسا، بتشيل من المانيا، وفرنسا والمانيا بتشيل مننا من هنا. طيب انا ما اقوم اجيب الجماعه ديل ويبقوا شركاء بتاع انتاج معي في البلد ذاته. انا ما اعمل المركزات بتاعت البيبسي كولا والكوكا كولا وغيره في بلد هنا في السودان، انا ما اعمل الحلويات والى اخره في السودان هنا، بكون انا بقى عايز البريكوشنري ميجرز بتاعه الصناعه تكون موجوده عندي، وعايز التحوطات الصحيه المطلوبه بالستاندرد العالمي. فمطلوب مننا الحقيقه شغل كبير وشغل كثير جدا، اتمنى انه الناس تنتبه له يعني، وتتخذ من السلعه دي منطلق للانتاج الكبير ولاستقطاب طاقات الشباب، ويعني حقه شويه ندي اهتمام لما هو متاح لنا، حاجتين اساسيات، نهر النيل وهذا المنتج الامامنا الصمغ العربي. نحن قلنا هو نجم السلع بسرعه ما كان في المعرض، وهو نجم السلع الموجوده امامنا لما له من ادوار كبيره جدا بتدخل في صناعه كثير جدا من المنتجات العالميه. قدامنا هو بالشكل ده، هو بس ده الصمغ العربي ولا لا؟ احنا ممكن نتكلم عن انواع واشكال مختلفه. طيب والله يا اخي كويس جدا. طيب. اولا حسب دستور الغذاء العالمي ما يعرف بالكودكس الالمنتاري، ده الدستور اللي بيتعامل في الامم المتحده منظمه الفاو. طيب. عندها دستور للغذاء، يعني الناس ما بياكلوا زايد في العالم. نعم. وانما سلع محدده. قالت الصمغ العربي هو ما تنتجه
شجرة الهشاب والطلح. لكن احنا في السودان عندنا 31 نوع. 31 نوع؟ ايوه 31 نوع من الاشجار المنتجة للاصناف، منها الهشاب، الطلح، الكتر، اللعوت، السمر، السلم، السيال، 31 نوع. اي شجرة فيها شوكة بتنتج صمغ. بعد ذاك بيبقى ما هو نوع الصمغ، مش عارف ايه شكله والى اخره. وكلها هسه نحن شغالين فيها الحقيقه في تحديد مواصفات كل نوع. اخواننا في المواصفات شغالين، قادرين نستفيد منها يا دكتور كلها؟ تماما طبعا. من المؤكد في اجزاء في بعضها لحد هسه ما استكشفت بشكلها النهائي، لانه نحن اهتمامنا كله ينصب في الصمغ العربي، اضافه انه العالم ذاته ماخذنا معه في الحته بتاعت اهميه الصمغ العربي وعائداته واهتماماته بالصناعه في الحته دي. لكن عندنا امكانيه ننتج 31 نوع اخر من الاصماغ، ودي الشغل فيها لسه بيودينا لقدام، ربما تظهر لها يعني يعني طرق اخرى للانتاج و التصنيع، وربما للاستفادة منها في الصناعات المختلفة. داير أذكر بأنه في اعتقاد ديني متجذر عند اليهود وعندنا نحن برضو، أنه والله الصمغ العربي هو المنة اللي ربنا نزله مع السلوى على بني إسرائيل، وأنه سيدنا موسى أصلا كان مولود في المنطقة دي، وأنه بعد ذلك أمه خطته في التابوت ومشى مصر طبعا 40 يوم في 50 كيلو سرعة نهر النيل، بيمشي من الجنوب للشمال بتديك 2000 كيلو، بيجيبك هنا في الموردة في أم درمان محل عوضية سمك هنا. طيب لازم نعمل إشارات سريعة جدا للفوائد، لانه احنا تكلمنا عن، اذا جينا نتكلم عن الفوائد حننقسم لجانبين، لكن هي موضوع بتاع ثقافه عامه يعني صحيا يعني الفوائد الطبيه والفوائد الصناعيه اللي انت اشرت انه بيدخل في عدد كبير جدا من الصناعات وبكون اضافه برضه. طيب الفوائد اولا هو غذاء. ومن حيث التركيبه الكيميائيه الصمغ العربي فقط بيشبه لبن الأم، وبالتالي هو غذاء للأطفال، هو غذاء للناس الكبار، لهشاشة العظام، لجهاز الهضمي، هو دواء. نحن عندنا الحقيقة بحث بشغال فيه مجلس الصمغ العربي، فيه 20 طبيب سوداني و10 أطباء من بريطانيا وألمانيا وكندا، دول بيعملوا في بحث عن علاج الفشل الكلوي باستعمال الصمغ العربي، قطعوا شوط كبير من المؤكد اذا كان وسجلناه في ال WHO ونفس الصحه العالميه. والان ستعلن النتائج باشراف من مركز النيفرولوجي في كاردف في بريطانيا، اللي هو مركز ابحاث الفشل الكلوي في انجلترا. اذا اعلن انه الصمغ العربي وحددت الجرعه بيعالج الفشل الكلوي، ده بيعني انه الصمغ العربي ثاني حيباع بالجرام بدل ما كان بيباع بالطن، لانه حيتحول الى دواء، وان كان اصلا كان مستعمل كدواء في العالم. يجي بعد ذاك الاستعمالات، سواء استعمالاتنا القديمه طبعا كانوا بيستعملوه يعني في المشاط عند النسوان، في تلميع الشعر، في الدوايا يعني عند الشيخ في المحايا، طبعا دائما بيكتبوا به. الان بيستعمل برضه في الطباعه، نفس في الطباعه عالميا. في الاغذيه والمشروبات من المؤكد انه زي ما قلت لك البيبسي كولا، الكوكا كولا، مش عارف والى اخره، المشروبات الحلال منها والحرام كله انت بتستعمل الصمغ العربي يوميا في العالم كله يوميا، لكن ما بتكون عارف انك بتستعمل في صمغ عربي موجود بشكل او باخر. فهو مادة يعني واسعة الاستعمال، مهمة جدا، ما في طريقة لإنقاص كميتها ولا إنقاص أهميتها، بل المطلوب دائما ازدياد يعني فيها. طيب
شكل المنتجات الثلاثة قدامنا ديل بعبواته المختلفة، كيف نحن ممكن المواطن البسيط اللي بتابعنا يقدر يستفيد منها نعم ولا لا، ديل بس هم للتصدير والفائدة تعم يعني للخارج؟ هو على العكس ديل الاستهلاك المحلي، وأنا بشكر الجماعة يعني المبادرات بتاعتهم دي بتخلينا نحن يعني بدل ما نعرض البتاعة دي قدام الاسبيتاليا بالشكل اللي انت شايفه الوسخان ده، كده نوع طريقة نظيفة جدا. هنجي نتكلم بعد شوية عن المشاكل دي، غزت بالمناسبة دول الخليج وغزت دول غربي افريقيا، فانا بفتكر ده تطور محلي في الشغل، ولكن التطور الاكبر منه هو ان ننتج منتجات. نحن زرنا كثير من الشركات سواء كان في يعني شرق الاقصى او في اوروبا لانتاج حلويات باشكال مختلفة ولانتاج مشروبات، بنفتكر انه ان شاء الله بترى النور قريبا. جميل. طيب لما نمشي نتكلم عن مناطق الانتاج بيقودنا الكلام عن المشاكل، مشاكل انتاج السمق العربي في السودان تحديدا، وكلامنا برضه بيقودنا عن نتكلم عن مشاكل التسويق والاشكاليات دي انتوا برضه عرضتوها من خلال مشاركتكم عن طريق الورقه، لكن كانت على عموم افريقيا. طيب حقيقة يعني نحن كل مرة يعني بنقول دائما انه مشكلتنا دائما في الجهاز المصرفي بتاعنا والتمويل، غير قادر على تمويل التنمية بما تحتاجه. نعم. وفي الوقت اللي بتحتاج له وبالحجم اللي بتحتاج له. فنحن لو لقينا المصارف مهتمة بالتنمية في القطاع ده كان بنقدر نقفز بهذه السلعة. إذا قضيتنا حتكون الأولى هي إيجاد التمويل الكافي في الوقت المناسب وبالقدر المناسب اللي ممكن ينمي هذه السلعة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، غياب أولادنا الشباب من مساعدة أهلهم وأبواتهم في يعني نهسة هندي في قطاع الصمغ العربي اللي بيشتغلوا لي في حدود ما بين 300,000 إلى 500,000، كلهم من كبار السن، أعمارهم في حدود 70 عام، ديل اللي بيطقوا لي وبلقطوا لي الصمغ. بقى في غياب تام لشبابنا لأنه واتساب وما بعرفه بتاع وكل زول، وبيقوا يمشوا العواصم بتاعت الولايات. فنحن محتاجين لنا الحقيقة لإعادة تشكيل وجعل الأرياف أكثر جذبا لقطاع الشباب واستقطاب في يعني هذا النوع من الإنتاج. أنا برضو يعني بكون محتاج ليه، لأنه بتعامل مع مادة بتنتج طبيعيا جوا غابة، وبالتالي الآلات المستعملة نحن استعملوها أجدادنا القدماء قبل 5000 سنة اللي هو الفرار والسونكي وما بعرف. نحن محتاجين لنا لآلة تشتغل زي ما ناس المطاط بينتجوا مثلا حاجه كده تنتج لي بسرعه، يعني المنتج بتاعي انا عشان يطوق لي ما بيقدر يطوق اكثر من 30 شجره في اليوم. الان انا محتاج اعمل لي 300 وعشان اضاعف الانتاج ل 10 اضعاف، وبالتالي بكون محتاج لي لاله مختلفه. الشيء الثاني، نحن شدرنا يعني بالمناسبه قد يكون ارتفاعه بعض مرات 12 الى 15 متر، وقدر ما المنتج ده يميد يده لفوق بالفرار ما بيوصل 3 امتار، معناته انا حكايه بتاعت 10 امتار من الشدره ما قادر اطوقها. محتاج لي لحاجه ترفع العامل لفوق عشان يقدر، يعني احنا حتى الانتاج اللي بننتجه ده على ضعفه وعلى قلته منتج من كلتا الشجره وليس من ما قادر يستفيد من باقي مخزون العندي. ده بالاضافه لانه نحن المنظومه الشجريه ذاتها يعني محتاجه لاعاده هيكله واعاده تنظيم ولمسارات وللحفاظ على الغابات بشكل افضل مما هي عليه الان. حلو، سعدنا بك جدا يا دكتور عبر المساحه دي في صباح الشروق. خليك المجال لكلمه اخيره او رسائل اخيره. والله رسالة أخيرة فقط، يعني إذا كان قدر لي أولادنا الشباب دارين أن يبقوا جزء من العملية الإنتاجية، أخواننا المسؤولين في الولايات يدوا اهتمام أكثر. نحن عندنا 12 ولاية منتجة واقعة في حزام الصمغ العربي، ده حزام خطير جدا.
الحكومة المركزية مطلوب منها توفر السياسات وتوفر التمويل وتتوجه بالجهاز المصرفي نحو الإنتاج وكفاية حكاية تمويل اللاند كروزرات والركشات والهايسات والأمجادات الملت البلد وشربة البنزين وخلونا يعني نمول الإنتاج نمول الإنتاج أكبر. والتنمية الحقيقية. جميل، إن شاء الله نحو تطوير وزيادة الإنتاج وتحديدا في كما ذكرنا نجم السلع الموجود دائما من خلال المعارض العالمية. شكرا جميلا الدكتور عبد المجيد عبد القادر الخبير الاقتصادي والأمين العام لمجلس الصمغ العربي بالسودان. كانت هذه المساحة التوعوية والتثقيفية والخدمية عبر صباح الشروق كما تعودنا كل اثنين عبر مساحات الاقتصاد. اليوم السلع التي يهتم بها الدكتور، يعني قلت لي نحن